عندي 8 ديال الدراري هادو الثامن الصغير 8 ديال الدراري 8 ديال الدراري دو الثامن عندي 7 كبار هادوك الاخرى اللي شتي وعندي هذا صغير يلا عنده عام وشهرين زي 22 في شهر 12 شنو القصه ديال خديجه ما كنتش عارفه خويا قصيت بزاف مع واحد السيد وكنقول يا ريت كون كان غير كمل معايا وما يسمعش بوليداتو بحال هكا حتى هما دابا كيزيدوا ياثروا فيا من كنشوفهم بحال هكا اش تعرفت على هذا السيد وزوجتو هذا السيد تعرفت عليه في كازا كان كيسكن في كازا كنت انا خدامه تما في واحد الجامع تما المهم تعرفت لواحد السيده المهم خديتو تزوجتي قلت تزوجنا انا وياه قلت زعما كما كيقول الراس المغطي ماشي هو الراس العريان تزوجت بيه تات عندي الدري في 2007 تات عندي الدري الكبير 2007 المهم بقيت غاديه بحال هكا ندير القصه صابره المهم الحاجه اللي ما كايناش الحاجه اللي كاينه راه كاينه المهم مدبباش من عطا الله هاد العام هذا جيت كنت كنسكن في دارهم كنت كنسكن في دارهم جيت لهنا الشوكه ايتباه تحولت الشوكه ايتباه ملي جيت لهنا السيد ما كيبغيش يخدم غير النعاس كنجي من الربعه ديال العشيه كنجي من الخدمه كنبقى يلا يعني كتمشي تخدمي كنمشي نخدم انا وهو كنخليه مع الدراري في الدار كنخليه مع وليداتي بسبعه في الدار كنجي مع الربعه ديال العشيه كنلقى يلا فاق من النعاس وغادي عمر اتاي كنقول له واش الله فقتي كيقول لي فاق يلا فقت انت اش بغيتيني ندير لك واش بغيتيني ندير لي طابلي ودخليني للكوزينه كنقول له انا غير عاوننا انا بزاف ليا باش غنمشي نخدم وليداتي كنجي نبقى باقي ما فاطرين ما مغديين ما حتى شي حاجه صافي كنبقى بحال هكا كنهضر غدا كنخاف حتى نهضر معاه كيهددني كنخاف نهضر معاه صافي بقيت في هذيك الحال صابر هزت راسو واحد النهار تات عندي واحد البنت كتبكي من عينيها بالدم خلاني قال لي هذيك البنت يلاه عندها 7 ايام وهزت راسو زاد مبقاش بان لي الاثار يعني كامل هاد المده انت اللي كتخدمي كنخدم انا واش كيفيد يعني كيعطيها غير النعاس داكشي اللي جبتو كياكلو مع الدراري كاينه انا اللي كنصرف كاينه تزيار كاينه تزيار مع بلي كاينو كيمشي يخدم نهار يومين بلي ديك الشيء ديال الكيف كيف والحشيش كيجيب داك الشيء باش يكمي وكيجلس كيجيب ما كلتو شرابو ديك الشيء كيحطو حداه في البيت واحد البيت بحال العزل علينا بحال الجار مع جارو كيطلعو عليه وليداتي من الباب كيقولوا لي بابا بغينا ناكلو كيقول لي من تصب حتى من انتيسا تجمكم كنجي كنلقى ديك الدري مساكن وكلا وحط لي ديك الريوس ديال الحوت قدام الباب ياسين يقلب فيه ديك الحوت مقلي كيجي ديك الحوت مقلي يعني كيلحو لهم تحت الباب كيشدو وحطو لي بواحد الكاغط قدام الباب كنجي نلقى ديك الدراري ياسين مسرح رجليه مع ديك الريوس ديال الحوت كنقول لي مش كنديرو كيقول لنا بابا ما عطاناش ناكلو ضرنا الجوع يعني كيعاملهم بحال المشاش بحال ماشي ولادو بحال المشاش هي هذيك كندخل كنشد الشوط ديال الدراري نسولهم قال لهم فين الجوع كنمشي نتصرف مع واحد مول الحانوت كنجيب عند دروس حليب ولا شي حاجه المهم باش نديباني حيت كنلقاهم جيعانين باقي ما فاطرين ما والو حتى الربعه ديال العشيه كندخل نديباني من المهم ياكلوا كندير لي معاود ثاني عشاء في الصباح كنهز الكوفه ديالي ما كندي معايا والو للخدمه وما كنجي حتى الربعه عاد كندخل للدار كنهز عاود ثاني كوفتي في الصباح خاوي وكنمشي عاود ثاني للخدمه كنمشي المهم لا جاب الله شي وشي الناس بحال هكا في الطبله كترط ليا البال ما جات معايا والو شي حاجه كتقول لي معطي ولديك السيده شي حاجه ما تاكل صافي كناكل معاهم في الشرق قسم الله ما ردوش ليا البال كنبقى بحال هكا باش يعانت ثاني شي عشيه للدار سويه منه صافي بقيت على ديك الحال صابره زيد واحد النهار خلاني وزاد كاع خلاني وزاد حتى لمده عامين وانا كنتسنى دابا يرجع دابا يرجع منين رجع قال لك نرجعو غنخدم على وليداتي ونسايم ديك الشيء اللي داز وهادي صافي بقيت هاد المده رجع قلنا واخا رجعت معاه دوز معايا شهر 3 وشهر 4 حملت بهاد الدري هذا عاوتاني في شهر 4 عاوتاني صافي هز الحوايج وزاد ما بقاش بان لي الاثار ما بقى سول ما بقى بحال المره الاولى صافي هي هادي هذيك البنت بقات مع ديك الوالده ديالي اللي هي حتى الوالده ديالي مريضه عندها الشه ديال العيضه شاده عليا مسكينه غير سميتو كتقول لي بنتي ما يكون عندك بحال هكا صيفطي ليها باش نشري لها الحليب ولا كوش ما يكونش عندك بنتي راه الدار معاها باش ما عطا الله صافي خليت عندها ديك البنت بقات لي عندها حملت بها الدري
شحال ولا معاه عاوتاني حتى ولدتو 20 شهر 12 صافي. بقيت انا باقا ندور مضاربه معاهم، كنمشي للخدمه كنخلي مع خوتو هنا، خوتو غادي للمدرسه كيخافوا عليا كيبقى يبكي. خلي لا حنين لا رحيم للي عاونني حتى شي حاجه. كي كنسد الباب على وليداتي في الصباح وكنمشي كنرجع كنلقى الباب مسدود عليهم، واخا طرا ليهم شي حاجه وكنخاف ليهم ساعه ساعه كتشعل لي معاه فيها في البوطه. ما كاينش اللي يطلع عليهم والو، ما نكذبش عليكم راني كنقاسي بزاف، وربي هو اللي مطلع عليا وربي هو اللي شاهد عليا. إذا كان هنا هذا الرجل يعني كيشوف فيك، شنو الرسالة اللي توجهي ليه؟ أنا كنقول ليه، كنقول ليه يسمح لك الله، الله يسمح لك، حيت أنا تكرفست بزاف وعندي مرض القلب وعندي فقر الدم. صافي ودابا حاليا كنمشي للخدمة غير الناس بحال هكا اللي كيعطيوني. كتخدمي في فيرما؟ حوايج كنخدم في فيرما، اللي عندها شي وليدات صغارين كتجمع ليا حوايج لوليداتي. هانتوما تشوفوا الحالة، ما كيوصلنيش الله، لا ما درت ليهم ساكن لا لباس فاش يتفرجوا ولا والو. المدرسه للدار بحال هكا كيبقاو بحال هكا نهار كله. كي دايره الظروف ديالك دابا حاليا؟ ما خدامهش من 22 شهر جوج وانا غير جالسه. يعني ما عندك ما تصرفي؟ ما عندي ما نصرف، ما عندي ما ناكل، غير واحد السيده هي اللي كتجيب ليا، كتجيب ليا كفه ديال المطيشه، هي اللي كتجيبها ليا لولادي باش نوكلهم. شنو كتوكل يعني؟ كنطيب ليهم غير مطيشه. مطيشة اللي كتطيب ليهم؟ المطيشة اللي كنطيب ليهم. شنو النداء ديالك للمغاربة؟ شنو كنقول لهم؟ الله يجازيكم بخير اللي قدر باش يتعاون معايا، الله يرحم لكم الوالدين. ها ما نكذبش عليكم، راه دايزة بين الله في سبيل الله، الله يرحم لكم الوالدين اللي قدر باش يتعاطف معايا باش نمسخكم الله. قول لهم الرقم ديالك اللي تعاون معاك. الرقم ديالي هو 07 واحد صفر، سمحوا لي ما قرياش، 5 2 6 9 4 7. عاودي. 07 1 0 5 2 6 9 4 7.